دكروري يا جماعة. طيب نروح لزميلنا العزيز محمد دكروري، مرافق البعثة، بعثة النادي الأهلي في الإمارات. نرجع شوية الإمارات كده ونطمن على فريق النادي الأهلي. دكروري مساء الخير عليك. مساء الفل عليك يا أمير، ومساء الفل على كل مشاهدي كلام في الميديا. طمنا يا دكروري، الأخبار والأحوال عندك بخصوص الفريق، قول لنا كل جديد. زي ما أنت عارف النهارده أمير توجه الدوليين كلهم بالكامل من فندق الإقامة في الساعة 8 صباحا، توجهوا إلى مطار دبي عشان يرجعوا القاهرة لينضموا للمنتخب. طيارتهم كانت الساعة 11 وأكيد طبعا وصلوا من بدري. النهارده كان زي كالعادة الفطار الساعة 9 إلا ربع، الغداء الساعة 9 من الفطار، تواجد 9 إلا ربع، الغداء الساعة 2، تواجد 2 إلا ربع. النهارده التمرين كان الساعة 5:30. حضر النهارده كان في يعني الجالية المصرية بصراحة أنا بحييهم يا أمير طبعا، يعني على كم الدعم اللي بيقدموه، واللي جاي من أبو ظبي واللي جاي من العين واللي جاي من الفجيرة واللي جاي من راس الخيمة واللي جاي من يعني من كل ولايات الإمارات. كابتن محمد صديق كمان موجود، نجم الأهلي السابق يا دكتور، شفناه في لقطات دلوقتي قدامنا. كابتن محمد صديق، كابتن احمد صديق او احمد صديق، عفوا احمد صديق، محمد صديق كان المدافع. كان موجود النهارده وكان في تواجد من اكاديميه النادي الاهلي في دبي، اكاديميه الناشئين النادي الاهلي في دبي، كانوا كلهم متواجدين النهارده وكانوا جايبين ورد الفريق الاول وتصوروا معاهم، ومستر فايلر رحب بيهم جدا بعد التمرين، ويمكن اول مره مستر فايلر يسمح لحد يخش ارض الملعب بعد التدريب. كويس. دخلوا كلهم وتصوروا مع اللعيبه وفي نفس واحد بيقولوا اهلي. واجمل حاجه لما طفل يا امير يبقى عنده يعني شبل عنده 5 6 سنين وحافظ الاسامي وحافظ الاجوان وحافظ مين جاب الجون في كذا وحافظ مين جاب الجون، فكان يعني في حاجات لطيفه بتحصل بعد التدريب النهارده. ده شيء بالنسبه للمصابين. محمود متولي وكان النهارده لسه بيعمل جلسات يعني جلسات تاهيليه. احمد الشيخ النهارده بفضل الله نزل يعني جري حوالين الملعب، ده اول يوم ينزل فيه جري حوالين الملعب. حسين السيد تعافى تماما من الخدمه ونزل النهارده تدريب عادي جدا. كويس كويس. في تقسيمه قويه جدا النهارده في نهايه المران شارك فيها كل اللعيبه اللي ما انضموش للمنتخبات. طيب وبعرفك ان كابتن علي معلول، علي معلول مسافر هو ووليد ازارو فجر الاربع. احنا مسافرين الساعة طيارتنا واحدة الظهر، هم لا مسافرين فجر الأربعاء. وجيرالدو برضه مسافر على بلده عشان تنضم للمنتخبات، وأجاي وراجع ومسافر في إجازة برضه. طيب دكتوري أنت عايش مع الفريق هناك في الإمارات، عايزين نسألك على مدى الاستفادة من هذا المعسكر، لأن في الحقيقة في كلام كتير جدا دايما بيتقال على أي معسكر النادي الأهلي على مدار الفترات اللي فاتت كلها، يقول لك أصل الأهلي ما استفادش بالشكل المطلوب، أصل الدوليين رجعوا عشان ينضموا للمنتخب، فبالتالي فين وجه الاستفادة؟ فأنت واحد عايش هناك مع الأهلي، قول لنا أوجه الاستفادة بالنسبة للفريق إيه؟ هقول لك يا أمير، أوجه الاستفادة بالنسبة للفريق إن مستر فايلر أول حاجة هو كانوا عايزين الفريق يخرج من الجو اللي كانوا عايشين فيه في مصر، اللي هو كل يوم التدريب في التتش واللعيبه كانت محتاجه ده. يعني ده عامل نفسي، ده رقم واحد. كويس. رقم اثنين، التدريبات اللي بتحصل والتدريبات اللي بتكون اللي احنا بنشوفها مختلفه تماما عن اللي في التتش تماما. بمعنى وحاجات جديده، يعني ناس هتشوف اثر المعسكر دوت لما باذن الله نرجع الماتشات هنتفاجئ. كمان يعني الناس اللي بتقول ان المعسكر مش مفيد والمعسكر كلام، يعني انت عارف الكلام دوت احنا دايما واقفين عنه، ده النادي الاهلي كتير، فاي حد بيقعد يتكلم اتكلم احنا بنطلع نعمل معسكرات وبنرجع ناخد دوري، بنرجع ناخد سوبر، نروح نعمل معسكر في دبي ونرجع ناخد نكسب سوبر تاني ونكسب بطوله افريقيا ان شاء الله. لو تفتكر يا امير في 2012 رحنا عملنا معسكر في دبي، رجعنا خدنا 2012 افريقيا ورجعنا خدنا 2013 افريقيا وخدنا سوبر افريقيا. فانت عارف دايما، انت عارف النادي الاهلي هو يعني ماده خام للكبير دايما، يعني الناس بتتكلم عليه. المعسكر مفيد جدا، التزام تام في المعسكر، الفريق ماشي بجداول بمواعيد، وقت التدريب مفيش هزار، بالليل لو في ساعتين بريك للعيبه بيقعدوا يلعبوا مع بعض، الحاجات دي مطلوبه. طبعا الحاجات دي مطلوبه، الفريق يشوف متوقف بقاله قد ايه. كمان الاهلي لما بيفكر يعمل معسكرات يا امير، انت عارف المعسكرات العروض بتيجي قد كده، يعني احنا بنعمل عاملين في دبي، عملنا في اسبانيا، فيعني ما بيعسكرش في مصر يعني، بس مش هقول. طيب دكروري، اعداد الحضور او المشجعين اللي بيحضروا المران وبيأزروا الفريق بتوصل لكام تقريبا؟ لو في عندك انت اكيد في شوطه يعني وانا بعته لك. احنا مش عارفين نخش يا امير الملعب. يعني انا كان ناقص الجماهير يشيلوا اتوبيس الاهلي، احنا مش عارفين نخش الملعب.
عارف يعني ايه مش عارفين نخش الملعب، دي شعبيه النادي الاهلي. طبعا هو ده النادي الاهلي ودي شعبيه النادي الاهلي. بقول لك الناس جايه، الناس النهارده شغل، النهارده شغل في كل المصالح الحكوميه في الامارات، النهارده في شغل في دوام. كله استاذن بدري عشان يلحق. اقول لك في ناس بتحلف لي انها يعني في ناس خدت مخ قالت لي اتصورت في الرادارات وقالت احنا هندفع كتير بس مش فاهم عشان النادي الاهلي عشان يحاول التدريب. بقول لك من ابو ظبي، من عجمان، الناس دي جايه من اماكن بعيد، من راس الخيمه، من الفجيره، من كل الولايات، من كل الشارقه، كل الولايات النهارده الناس يعني. وتشوف ايه ما تشوف يعني، انا النهارده حتى اللي فرحني اكتر طبعا بجانب الشباب واللي كانوا عاملين بانر كبير للنادي الاهلي النهارده اعظم نادي في الكون، كمان بجانب الشباب انا شايف الاب الزوج جايب زوجته وجايب ولاده، الجد جاي، والله في ناس جايه على كرسي متحرك، في ناس كبار عندهم 60 و70 سنه جايين على كرسي متحرك. فبسال واحد بقول له حضرتك طب ليه كده؟ قال لي يا ابني النادي الاهلي ده، النادي الاهلي يعني بيبو، يعني شطه، يعني مصطفى عبده، يعني ابو تريكه، يعني عماد متعب، يعني بركات، يعني حسام عاشور، يعني وليد سليمان. قال لي يعني لو مش هنجيلهم، قال لي يعني نفترض يعني بعد الشر عليه، الف بعد الشر عليه، قال لي نفترض ان انا مت في الامارات يعني وكنت نفسي اشوفهم يعني. قلت له لا، قال لي يعني قلت له ربنا يديك الصحه والعافيه وكل سنه نيجي ان شاء الله وتبقى انت متواجد وكده. هي دي قيمه النادي الاهلي يا امير، هي دي مبادئ النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيعمل حاجه بيعملها صح. طيب انا بشكرك دكروري، شكرا جزيلا، مداخله مهمه جدا من زميلنا العزيز محمد الدكروري مرافق البعثه هناك في دبي، وقال لنا جوانب عديده جدا من المعسكر.